مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر. مشاهدينا الكرام، شبكة الإنترنت الجاذبة بصورة كبيرة جدا لكل أفراد الأسرة بفئاتهم العمرية المختلفة أصبحت لها أصداء وخدمات كبيرة جدا تعدت مجرد التواصل الاجتماعي أو الحوارات أو الكفاية المعلوماتية والمعرفية، أصبحت تتعدى كل ذلك لتقديم خدمات مبتكرة ومبدعة في مجالات مختلفة بتخدم كل الفئات المجتمعية والتخصصات المختلفة، وجانب كبير منها أصبح له عائد مادي يعتد به لعدد كبير جدا من شبابنا. الموضوع ده بنهتم به لأنه يعتبر إتاحة لمجموعة من فرص العمل المتخصصة أحيانا والسهل تعلمها في أحيان أخرى من قبل شبابنا. أصبح فرصة للتواصل عبر السوق المختلفة سواء المحلية أو العالمية. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإنترنت كسوق وفير فرص العمل وثري بالإتاحة المجانية لعدد كبير جدا من شبابنا للاستفادة المباشرة منه. وفي ضيافتنا وضيافتكم في حلقة اليوم الباحث أحمد فاروق أحمد الخبير التسويقي، أهلا بحضرتك معنا. والأستاذ إسلام عادل المدرس المساعد لنظم المعلومات بإحدى الجامعات الخاصة، أهلا بحضرتك معنا. فكرة أن الإنترنت كله سلبيات أو إن سلبياته أكتر من إيجابياته بالنسبة لفئة من شبابنا في مصر ابتدت تقل حدتها وتختفي تدريجيا مع ظهور إفادة واستفادة كبيرة في خاصة في مجال التسويق. اسمح لنا أستاذ أحمد لو اتكلمنا في هذا الجانب وأهميته وأهمية هذه الشبكة لعدد كبير جدا من شبابنا في مصر في الوقت الحالي. هو كل حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، الأول هو كل حاجة فيها سلبياتها وإيجابياتها. أكيد. إحنا لازم ناخد الجانب الإيجابي ونشتغل عليه. سوق الإنترنت سوق كبير ومفتوح وفي فرص كتيرة قوي نقدر نستغلها ونعمل منها حاجة، وخاصة إحنا في قناة التعليم العالي، يعني الشباب بيتفرج علينا في الجامعات ممكن يشتغل. والميزة في الموضوع بتاع الإنترنت إن هو ما بيحتاجش فلوس كتير، ممكن بأقل الفلوس يقدر يشتغل ويعمل حاجة، وفي نفس الوقت ممكن ينسق وقته بعد دراسته في أي وقت، بيقدر يتحكم في الموضوع ده، ودي ميزة كبيرة مفروض يستفاد منها. وده السوق اللي جاي كمان، كل يوم بيفتح أكتر وكل يوم بيكبر أكتر، وفي حاجات كتير كويسة ممكن يقدر يشتغل فيها. نجاحات شبكة الإنترنت عبر العالم معروفة، ومعظم اللي تعامل مع الشبكة حتى بدون أفكار إبداعية أو مبتكرة اكتسب مهارة، اكتسب قدرة مالية، اكتسب معارف، اكتسب معلومات، لكن المستوى ده من الاستفادة ليه مش موجود عندنا في مصر، ولا موجود وإحنا ما عندناش علم بيه؟ أستاذ إسلام. والله بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية متشرف بنا موجود مع حضرتك هنا في البرنامج. بالنسبة للإنترنت، احنا لو جينا بصينا عليها هنلاقيها داخلة في كل المجالات الحديثة دلوقتي. كل الابليكيشنز اللي نازلة على الموبايل بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها بصفة يومية، كل الابليكيشنز اللي موجودة على الكمبيوتر بتاعنا، كل ووسائل التواصل الاجتماعي كلها معتمدة في الأول وفي الآخر على الإنترنت. الإنترنت بقى زي الأستاذ أحمد كان بيقول، بقى سوق مفتوح بالنسبة لنا في كل المجالات، سواء مجال بتاعنا نظم معلومات او مجالات طبية، مجالات هندسية، في كل المجالات داخل فيها الانترنت. واقدر كمان بالنسبة لي ان انا اقدر اتعلم اي حاجة انا محتاجها بكل سهولة من خلال شبكة الانترنت. لو زي مثلا موقع يوتيوب، لو انا محتاج اتعلم حاجة معينة، مهارة معينة، ادخل على اليوتيوب اعمل سيرش عليها، هتجيلي نتائج بحث كتيرة جدا، اقدر اتعلم اي مهارة انا محتاجها. في ناس كتيرة جدا بدأت تسوق نفسها عن طريق الكلام دوت. انا مثلا محتاج ان انا اتعلم لغه برمجه معينه عشان خاطر اعمل برنامج او اعمل اي ابلكيشن يخدم اي حاجه معينه، وانا ما عنديش اي خلفيه عن الموضوع، لو دخلت وعملت سيرش على الانترنت من غير ما اي حد يعلمني هقدر ان انا اجيب موضوعات او ناس بتتكلم في الموضوع دوت واقدر ان انا اتعلمها. النقطه دي مهمه جدا يا استاذ اسلام، لان احنا بيجي لنا حقيقي في لقاءاتنا مع شبابنا في برامجنا المتخصصه معظم شبابنا بيكتسبوا مهارات خلاقه ومتخصصة جدا ومتعمقة في الأكاديمية من خلال شبكة الإنترنت، وبيكتسبوا مهارات في وقت قصير وبجهد قليل جدا، وما بيحتاجوش ينتقلوا من مكان لمكان، ودي ميزة الحقيقة موجودة في شبكة الإنترنت، لكن مش كل الناس بتستشعر هذا الاتجاه. الجانب السلبي
والجانب اللي يعني كلنا عارفينه، في بعض السلبيات الكثيرة في هذا المجال، والكارثي فيها فكرة التواصل، ان انا افضل طول الليل ونهار ارغي او اعمل عم شاتنج على شبكة، معظم مواقع التواصل الاجتماعي هو ده السائد عندنا، واللي بيفرغ احيانا معارف كاذبة، حتى تجرأت على الأديان أيضا. يعني احنا ممكن نجد صور قرآنية مكتوبة غلط، نجد حاجات محرفة في السيرة، نجد قصص ملهاش أصل في الدين الإسلامي ومن الإسرائيليات، وكل ده بيتم تشهيره وبيتم نقله بصورة قد لا يعيها كثيرون، وليه جانب كارثي. هو ده السائد عندنا في مجتمعنا في الوقت الحالي، فكرة ان احنا نعظم الاستفادة بالجانب المهاري والجانب المعرفي والجانب الخدمي اللي حضرتك بتتكلم عليه أستاذ إسلام، إزاي نوصل للناس بقدر الاستفادة اللي ممكن يوصلوا لها من خلال شبكة الإنترنت؟ زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده، ان احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا بنرغي وبس، بالظبط، نقعد نتكلم مع اصحابنا، نقعد نتكلم مع معارفنا، ممكن كمان نكون سخرية بنتكلم وتريقة مع ناس، وكلام فارغ. بالظبط ممكن نكون بنتكلم مع ناس احنا اصلا ما نعرفهاش. في ناس بدأت ان هي بتشغل دماغها شويه وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دي ان هي تعرض نفسها وتعرض مهاراتها. يعني مثلا واحد مشترك على صفحه مثلا لبيع منتج ما، يخش يقول والله يا جماعة، يعمل في كومنت على أي بوست الصفحة دي عاملاها، يقول والله يا جماعة أنا فاتح شركة فلانية أو مكان الفلاني وببيع كذا وكذا 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 وبأسعار كويسة، فبتبدأ الناس تجيله من مجرد كومنت. يبدأ يشغل دماغه شوية، يبدأ ينشئ لنفسه صفحة من لا شيء ويعرض عليها الصور للمنتجات بتاعته، ويبدأ يقول يا جماعة والله أنا ببيع الحاجة ديت، ويبدأ بقى يفتح سوق تنافسية لنفسه، شوف الأسعار اللي حواليه عاملة إزاي، يبدأ هو ينزل بسعر تاني. وبالتالي طول ما ده وسائل التواصل الاجتماعي احنا بنستخدمها على طول، فناس كتيرة جدا هتشوف الموضوع دوت وهيجي لي زباين كتير، مش مجرد ان انا ممكن اكون فاتح محل عشان الناس تتردد عليا، لا ده انا ممكن وانا قاعد في البيت وعندي المنتجات بتاعتي مخزنة وبعرض صور ليها وبيجي لي عملية بيع كتير. فناس كتير جدا بدأت تخش في الاتجاه دوت. ممكن تقدر تعمل نفسك مثلا مدونة على الانترنت، بلوجر، اعرض فيها المهارات بتاعتي او اعرض فيها اي حاجة انا شاطر فيها، يجي لي نسبة مشاهدة خبراء عالية. شباب كتير وروائيين انتشروا من خلال المدونات، وبقى ليهم يعني مش بس مكاسب مادية زي ما الكل بيسعى، ولكن أيضا شهرة مجتمعية ما بين الشباب وفي المجتمع كله نتيجة للمدونات اللي هم كتبوه. جانب إيجابي آخر من الجوانب الشهرة اللي هم يعني أخدوها أو اكتسبوها من حاجات مجانية، مواقع مجانية كلها، بلوجرز مجانية أو مواقع إنترنت مجانية ملهاش أي فلوس، بس الشهرة دي بتبدأ بعد كده بتجيب لي مال، لأن أنا أما بتشهر في النقطة دي فبتعرف، فبيبدأ يجي لي اتصالات كتير، والله إحنا محتاجين منك مثلا تعمل لنا كذا، حضرتك تساعدنا مثلا في كذا. فمن هنا بتبدأ إن أنا خلقت لنفسي وظيفة أو فرصة جديدة من لا شيء. فكرة من لا شيء برضو بتخوف ناس كتير، فكرة المصداقية فيما يعرض من خلال شبكة الإنترنت، سواء منتجات سواء أفكار سواء يمكن المهارة بتظهر، لأن بيبقى تصوير لممارسة، أو يعني ممكن أكسبها لغيري لو أنا هاخد الجانب التدريبي، لكن فكرة المصداقية فيما يعرض على شبكة الإنترنت تسويقيا دي عندنا فيها جاب شوية أستاذ أحمد. هو المشكلة إن دي عندنا فيها مشكلة، لأن إحنا عندنا للأسف عايزين شوية الأخلاق شوية نظبطها. يعني لو إحنا نتأسى بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيتاجر كان اسمه الصادق الأمين، يعني كان البضاعة اللي كانت تبقى معاه يقول لا البضاعة دي مش كويسة، لا خد البضاعة دي، وكان بيحقق أرباح أكتر من ناس كتير، واتشهر اسمه في الوقت ده لما كان قبل ما قبل يشتغل في الدعوة. الرسالة قبل ده. نعم. فدلوقتي لو إحنا النهاردة ابتدى شاب النهاردة، أنا بنصح إن هو أول حاجة يكون صادق فعلا لو هو عايز يستمر. النهارده للاسف هو في ناس بتطلع بتبيع بضاعه بتبقى معيوبه، بتبقى فيها حاجات مش مظبوطه، وفاهم ان هو عايز يكسب سريع، للاسف هو بيستمر فتره وفي الاخر بيندثر. يعني هنتكلم بعد الفاصل عن خبرة المستهدفين من هذه الجانب التسويقي في وضع رقابة أو متابعة فاعلة لمثل هذه الـ نقول ايه السلوكيات اللي مش مفترض انها تكون موجوده. اسمحوا لنا هنكمل كلامنا ولكن بعد متابعه التقرير التالي.
مبدئيا الانترنت ممكن استفيد منه بحاجات كتير، زي مثلا ان انا اشوف عليه المحاضرات الالكترونيه بتاعتي، اهتم بدراستي، اعمل عليه ريسيرشز جديده او ابحاث جديده، اهتم بالجديد او البول واللي ممكن الدكاتره بتوعي يقولوه لي. ممكن ساعات دكتور مثلا يقول لي مثلا في معلومه زياده انت عايز تعملها، شوف على النت في كورسز بتتاخد على النت، سواء لغات سواء مثلا في مجال انا ممكن اخد مساحه او حاجات هندسه زراعيه. وطبعا السلبيات ممكن تبقى تضييع الوقت الزيادة عن اللزوم في الفيسبوك واليوتيوب. طبعا ممكن مثلا السلبيات ان ممكن مثلا تجارة غير سليمة يعني تتاجر فيه، وممكن برضو من ضمن الايجابيات ان انا ممكن الربح عليه، ممكن اعمل ماركتينج طبعا لمشروع معين او حاجات زي كده. يعني هو الانترنت استفاد بيه مثلا ان انا اكون مثلا اخش السوشيال ميديا اتواصل مع اصدقائي، تمام، ان هو ممكن يكون في مسافات بعيده في دول تانية فما اقدرش ان انا اكلمهم، مثلا حتى لو اكلمهم عن طريق التليفون هيكون مكلف جدا، فالانترنت بيسهل ان انا ممكن اكلمهم على الفيس مثلا او واتس، تمام، او ممكن ان احنا ننزل صورتنا ونطمن عن بعض عن طريق الانستجرام طبعا. واستفاد الايجابيه ان انا اكون طبعا استفاد مثلا في مجال العلم، مجال الابحاث، تمام، الدراسه. اما الاستفاده السلبيه دي ما تكونش استفاده طبعا، بس يعني ممكن اخش انا على مواقع اللي هي تكون مخالفه للاداب العام. الانترنت ليه ايجابيات كتير بس ليه برضه سلبيات اكتر بنتعرض ليها، زي مثلا ان هو بيقلل التواصل الحقيقي، التواصل الاجتماعي الحقيقي في البيت، بيضيع وقت كتير، بنخسر علاقات من خلاله كتير جدا. مثلا انا ببقى شايفه ان عشان تعاتب حد على موضوع ويعز عليك قبله وانزل اتكلم معاه في الموضوع، لان تعبيرات الجسد نفسها بتوصل وبتمنع الفهم الخاطئ، بتوصل فكرتك صح. لكن الانترنت الكلام نفسه اللي انت بتكتبه ما بيقولش انت تقصد ايه، يعني الكلام ما بيتكلمش، الكلام صامت، فهو بيوصل وكل واحد فينا بيحلله من وجهة نظره هو، ما بيفهمش وجهة نظرك لان انا مش شايف تعبيراتك، لكن لما تجيبه هو يشوفك هتمنع فهمه الخاطئ، مش هتخسره بعد، بل بالعكس هو يحس انك خايف عليه او كذا، وحتى لو وصلت بينكم العنف ده برضه هيبقى محبة يعني. فمن خلال كده ممكن نخسر علاقات كتير من على الانترنت. وطبعا الوقت، وان احنا ما بنقعدش مع ماما وبابا والحاجات ديت بسبب ان احنا بيبقى النت شغلنا جدا، بس ممكن برضو بيساعدنا هو في حاجات كتير تفيدنا، نعمل سيرش على حاجة معينة احنا مش عارفينها، نتواصل بيه عن مع ناس بره، نعمل فيديوهات ممكن تكسبنا عن طريق المشاهدات. الايجابيات اللي بتتمثل في ان هو بيبقى وسيله اتصال وتواصل مع اصدقائنا واصحابنا على الفيسبوك والتويتر، والسلبيات ان هو بيضيع وقت كتير وبياكل وقت تقريبا. كل حاجه بقى لها الحلو والوحش على حسب بقى كل شخص وتفكيره وبيستخدم ده لايه. يعني في طالب بيستخدمه يعمل ابحاث ويبحث يتعلم، وفي بقى بيستخدمه في حاجات تانية مش اللي هو الابحاث عامه يعني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي من مصر، بجد ترحيبي بحضراتكم وبجد ترحيبي بالضيوف الكرام في استوديو من مصر، الاستاذ اسلام عادل المدرس المساعد لنظم المعلومات باحدى الجامعات الخاصه، اهلا بحضرتك مجددا، والباحث احمد فاروق احمد الخبير في المجال التسويقي، اهلا بكم معانا. يمكن استاذ اسلام كان عنده تعليق على مشاركات شبابنا في هذا التقرير بارائهم عن سلبيات وايجابيات الانترنت. طبعا احنا شايف يعني من اكتر السلبيات اللي احنا بنشوفها في التواصل الاجتماعي ان احنا مش بنشوف بعض، احنا شايفين موبايل بنكتب كلام، الكلام فعلا زي ما كانت البنت بتتكلم هنا ما بيبقاش يعني ملموس، مش معبر خالص، فبالتالي حضرتك بتفهمي بوجهه نظرك وانا بفهم بوجهه نظري والاستاذ احمد بيفهم بوجهه نظره، يعني احنا بنصدر مشكلات بقى مش ده احنا خلقنا مشكلات جديده خلقنا مشكلات جديده. فالحل الوحيد طبعا للكلام ده ان احنا ايه يعني ما نحاولش ان احنا نعبر عن مشاعرنا بالطريقه ديت على السوشيال ميديا، لا ده احنا المفروض لازم نقعد نتكلم ونتواصل، انما التواصل عن طريق الموبايل بالطريقه دي ده بيدخلنا في مشاكل كبيره قوي ومشاكل كتير وبيخلينا مشاكل من لا شيء زي ما بيقولوا، انما لا طبعا دي سلبيه كبيره، واتمنى ان احنا نحاول يعني نتغلب عليها. جميل. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ازاي المفترض ان احنا نتكلم عن معايير التسويق وازاي نتعلم هذا المجال وازاي يبقى فيه درجة من المصداقية، لكن ازاي بيستقبل الجمهور
هذا التسويق، هل بيبقى فيه ثقة تامة من المستهدفين في هذه الوسيلة من وسائل التسويق والبيع على شبكة الإنترنت، ولا بيبقى فيه تخوف، فيه تحسب؟ إزاي بيكتسبوا مهارات الشراء من على شبكة الإنترنت؟ يعني المستهدفين نوصل إزاي لدرجة من درجات تقييم ما يتم تسويقه على شبكة الإنترنت؟ انا اللي بعمل لنفسي الثقه دي في تعاملاتي مع الناس، في التزامي، المنتج اللي انا بجيبه يكون منتج كويس، السعر بتاعه يكون مناسب ما يكونش سعر مغالى فيه، الماتيريال بتاع الحاجه اللي بتيجي تكون كويسه. بس ما يمنعش ان مش هوصل لمعرفة كل هذه الدرجات من المصداقية الا بالتجريب، يعني لازم اجرب. ما هو انا حضرتك وهنا انا كان بتبقى المشكلة ان انا يعني اللي بيشتري او بيتعامل مع الشبكة بيبقى همه انه يحصل على خدمة، مجرد ما حصل على خدمة ما وصلتش للمستوى المطلوب بالنسبة له يتهيألي هيحجم عن تكرار التجربة مرة تانية، وده بيحصل مع ناس كتير. هو في انا ممكن استفيد من الناس نفسها هي اللي تسوق لي، يعني انا النهارده لو انا سوقت وعملت منتج كويس الناس بتتبعت تتكلم وتقول. خلينا نتكلم عن حضرتك كمستخدم لشبكة الإنترنت في الشراء، إيه المعايير اللي بتحطها لنفسك عشان تتأكد من مصداقية المنتج اللي بيتباع لحضرتك أو الخدمة اللي بتتعرض؟ بشوف كمان الناس اللي تبقى موجودة على الشبكة نفسها، على الموقع تعليقاتهم نفسه، تعليقاتهم ايه، مش ممكن تكون فيك أو ما يعني لما انا ببعت اشوف حاجة، لو انا اشتريت منتج او حاجة ما بدفعش فلوس، في مواقع بدفع طبعا مقدما بالفيزا؟ مقدما، وفي نعم، مواقع بعرف كريدت. لما بتجيلي بشوفها بعرف مع الوقت الكلام ده. بأصل حضرتك انت لو فتحتي مكان للتجاره ايا كان، اصل هو الميزه في الموضوع انت بتفتحي كانك فاتحه مثلا محل للبضاعه انت بتبيعيها، واخد بال حضرتك؟ فده لما انت بتفتحي مكان بتعملي التعامل التعامل هيأكد على مره في جودة الثانيه في المنتج أو الثالثه لا. خلاص بيتعرف بعد شويه من الوقت، ده محترم، ده ملتزم، ده لا ده مش كويس، ما تعاملوش. الكلام ده ما بيحصلش بين يوم وليله، الكلام ده بيحصل بعد على فترات مدى طويل، على مدى وده طويل. اللي عايزين نقوله للشبكة اللي بيفكر انه يستخدم المكسب السريع شبكة الانترنت علشان يسوق لخدمة او يسوق لمنتج، سواء من يعني هو قايم بدور التسويق فقط او بدور التصنيع ايضا، ازاي نعلم شبابنا يوجد لنفسه مساحة على شبكة الانترنت، وانه يتوفر له هي إتاحة مجانية زي ما بنقول، فرصة مظبوط. مفتوحة للجميع لإثبات قدراتهم وذواتهم. إزاي كشاب نبدأ؟ هو النهارده الناس اللي كبرت او بقت اسامي كبيره عمل ايه؟ النهارده عمل لنفسه برند او عمل لنفسه حاجه ان هو راجل الكواليتي بتاعه عالي، خامته مصداقيه، التزام. ده انت لو هيأت نفسك من وانت ابتديت تعمل لنفسك مبادئ للشغل نفسها، دي هتخليك حاجة تانية بعد شوية، في سنة سنتين تبتدي الأمور تبتدي يبقى ليك اسم، يبقى ليك شكل، تبتدي يعني تشتغل. مش بالسرعة اللي احنا لا متخيلينها. مش بالسرعة، هو نعم، ده الغلط اللي بيقعوا فيه دايما. عشان كده هي دي نقطة اللي أنا يمكن جاي أتكلم فيها أكتر حاجة، اتفضل. إن هو عايز مكسب سريع بسرعة، الضمير شوية، وده احنا آسف يعني منعدم شوية في حاجات كتير، عندنا شوية أخلاق كده مش مظبوطة، عايزين نحاول ان احنا نطور من الموضوع ده. لازم يبقى فيه مصداقية. يمكن اللي بيدفع البعض لكده فكرة ان هو اللي هو اخبط واجري او اكسب ما هو واجري، للأسف، مفيش هو للأسف اتجاه لاستدامة ما خسر ما كسبش. التوجه اللي هو هو بيعمله. حتى نوع من انواع الغباء، مش الذكاء يعني. بالظبط بالظبط. يعني انا النهارده، طب كسبت النهارده من واحد وبعدين ما جاش تاني حد، طب ما انا عايز استمر ولا عايز اقعد؟ انا ممكن لو انا عندي 1000 واحد على الموقع بتاعي، لو انا بعت منتجي كشاب، انا يعني بقول للشباب ابعت لل1000 دول، لو 10 ردوا عليك وواحد اشترى انت نجحت. انت حضرتك انت النهارده ابتديت، الواحد ده يسوق لك، بيكلم الناس ايه الاخبار، انا وتطلب من الناس اللي انت خدمتها خدمه كويسه ان هي تقول الكلام ده، يبقى انت ابتديت تعمل لنفسك تسويق. ده بيجي بقى بعد حضرتك من شويه الحاجات بقى اللي تبقى غلط، زي ما انت حضرتك بتقولي التعليقات، بعد شويه من الوقت هي بتتلفظ، لان انت بالظبط بيبان في الاخر. بس ده بيحصل مع ايه؟ المداومه، العمل، شغل، اجتهاد، اجتهد واشتغل، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. اشتغل وربنا هيكرمك وهيكافئك، بس اخلص
وراعي ربنا في الحاجه اللي انت بتعملها كسلعه بتقدمها، ربنا هيكرمك، ده ثق تماما يعني. جميل. التسويق عبر شبكة الإنترنت في أنواع مختلفة، لأنواع مختلفة، ممكن لأفكار، ممكن لخدمات زي ما بنقول اكتساب مهارات أو كورسات في تخصصات أو مجالات مختلفة، ممكن تسويق لسلع. فكرة إزاي أبدأ، أو الموضوع إن أنا أوجد لنفسي مساحة وفي نفس الوقت سمعة وفي نفس الوقت استدامة لكل المجالات المختلفة، وساعد أكتر على شبكة الإنترنت أستاذ إسلام لإيه؟ للأفكار ولا للسلع ولا بالنسبة لشبابنا؟ والله بالنسبة لشبابنا، كل واحد، احنا ربنا خلقنا كل واحد ليه مهارة في حاجة معينة، لو قدرت ان انا استفاد بالمهارة دي وانميها هوصل. في وسائل كتيرة جدا تخليني اقدر اعرض نفسي، ممكن موقع زي اليوتيوب ممكن اعمل نفسي تشانل عليها واصور فيديوهات عادية جدا لأي مهارة انا مكتسبها. واحد مثلا نجار بيقدر ان هو يستفاد من قطع خشب ملهاش لازمة، يقدر ان هو يستفاد بيها وبيعمل بيها تحفة فنية، فبيصور نفسه وهو بيشتغل في الكلام ده، فبالتالي بيبدأ يحقق نسبة مشاهدة عالية، عمل حاجة من لا شيء. فكرة نسبة المشاهدة في حد ذاتها ليها عائد مادي. طبعا طبعا، موقع يوتيوب بحد ذاته بيشجع على حاجة زي كده، لما بيلاقي في فيديوهات عنده على السيرفرات بتاعته نسبة ليها إقبال عالي عليها، في نسبة مشاهدة عالية، بيبدأ يتواصل مع الشخص صاحب الفيديو ده. كان في شباب في برنامج على الموبايل اسمه سناب شات، شباب بتصور نفسها كل يوم، بيعمل ايه على مدار اليوم بتاعه، مثلا مكان التعليم بتاعه، مكان شغله، في البيت عنده، بيصور فيديوهات عاديه جدا، فبداوا من الفيديوهات ديت يوصلوا بدا يبقى ليها لنسب نسبه مشاهده مشاهده عاليه. عاليه، فجت احد القنوات التلفزيونيه اخذت الشباب ديت وعملت لهم برنامج. هي الحقيقة بقت وسيلة من وسائل الظهور الإعلامي بالظبط كده، لبعض شبابنا وأطفالنا أيضا، اللي ابتدوا ياخدوا الموضوع بصورة يعني عملية تقليد، بالظبط. واللي بيبقى عنده الموهبة بيستمر واللي ما عندوش. هي زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا، نسبة المشاهدة والمتابعة هي المقيم الأساسي لمدى نجاح المنتج، سواء بقى إنسان أو سلعة أو فكرة، أو فعلا بتقدر تفلتر اللي جاي، اللي جيد هيستمر واللي مش جيد عمره ما هيستمر. بالظبط كده، فهم قدروا يستفادوا من الشباب دي، عرفوا توجهات كل شاب منهم ايه، فبدأت الشركات الخارجية، شركات منتجات مثلا، مطاعم، محلات بيتزا، ان هم تستعين يشوفوا بيهم، يستعين بيهم ويخليه يصور نفسه في المحل عشان يعمل دعاية للمحل تسويق بتاعه، ليهم. فنقل نفسه من يعني من لا شيء، بدأ ان هو يقدر يكسب فلوس من خلال الاستفادة بالمهارة بتاعته ديت، وان هو يقدر يتواصل ويتكلم. جميل. أستاذ أحمد، حضرتك ليك خبرة في الخارج في التسويق للسلع، وسافرنا وشفنا إزاي الدول الأخرى بتطور من نفسها في هذا المجال. إحنا لسه معتمدين على فكرة التجربة، يا تنجح يا تفشل، مفيش منظومة أو خطوات يقدر يتبعها ويبقى فيه استمرارية في الموضوع، كله يعني في نوع من التخبط، ينجح يا ما نجحش، مفيش إعداد جيد للفكرة أو للشيء اللي أنا عايز أسوقه، هي مجرد درجة من درجات التقليد. حضرتك سافرت ماليزيا، إزاي الموضوع هناك ناجح وإيه معايير نجاحه؟ ما الناس هناك اللي أنا لاحظته كمان لما قعدت هناك، ناس بتشتغل جدا، احنا بنتكلم شويه كتير اكتر من الشغل، ناس هناك بتشتغل فعلا جدا، مخلص جدا في عمله، من اول الكناس اللي بيكنس الشارع لغايه رئيس الجمهوريه كله بيشتغل، خليه نحل شغاله ما حدش بيقف. يعني انا لاحظت حتى هناك حجم المطاعم الكبير، ان ما فيش وقت بياكل، هو بيروح ياكل وهو قاعد بياكل، قاعد على النت بيشتغل بيسوق، عامل اجتماع، عامل غداء، عمل عشاء، عمل طول الوقت هناك. ده اللي انا لاحظته كتير، منظمين نفسهم في كل حاجه، كل حاجه ليها نظام، بيشتغلوا. وبعدين في مصداقيه في كل حاجه، مفيش كذب، مفيش اخلاق كده، ممكن يبيع لك الحاجه غاليه بس بيفهمك وبيديك الخدمه كويسه، فانت بتعديها تبقى مرتاحه يعني، مفيش غش في الموضوع اكتر يعني. فده اللي انا لاحظته هناك في السفر. وبعدين كمان
في كذا موقع مثلا ممكن الشباب يشتغلوا عليه انت حضرتك، ويستفاد زي ما استاذ اسلام قال على ان هو مثلا عنده موهبه، عنده حاجه، حتى الاكل ممكن يعمل اكل مثلا، خريج الصيعه فنادق اللي بيقعد مش لاقي يقول الفنادق اشتغل اعمل اكل وسوقه، وسوق لنفسك والناس هتطلبه منك، اعمل اي السياحه، شركات السياحه، السياحه الداخليه ممكن نعمل حاجه كويسه من في نفس خلال الوقت نفيد. المواقع دي نخش بالظبط. على شركات السياحه، انزل اعمل تسويق، هات اسعار الفنادق، شوف مين اللي يديك يقدر يديك ديسكاونت كويس، واعمل على صفحتك وسوق منها، فدت بالك للسياحه الداخليه، ومنها انت استفدت بعد شويه من الوقت تقدر تعمل حاجه، الناس لو انت طلعت رحله وعملت فيها شغل كويس تقدر تعمل. ده مجال، في كذا مجال، كورسات، وعايزين نتعلم، عايزين نقرا شويه، عايزين نتعلم ونبتدي نعمل الحاجات زي ما بتقول بشكل مدروس. وطبعا بنناشد الدوله ان هي تبقى تعمل زي منظومه او حاجه تدعم الشباب، بحيث ان هو يبقى متوجه، ان هو تايه شويه. وبعدين انا بلاحظ ان في نغمه او نبره سلبيه، لا الدنيا غاليه، الحاجه مش عارف ايه، ما هو ربنا هو اللي بيرزق، انا عايز بس اشتغل انت، يعني انت بس اعمل عليك ابدأ ابدا اعمل عليك بس انت، وبعدين نقول اللي انت بتقوله، بس انت بدات، طيب طب انت بدات وايه اللي حصل؟ فابدا واشتغل وربنا مش هي يعني مش هيسيبك. وفي سهوله في التعامل مع شبكة الإنترنت، إن أنا أقدم نفسي وأعرض نفسي، بس أخطط أولا أنا طبعا عايز إيه وأحط له لازم مراحل، لازم مش مجرد إن أنا هنجح في خطوة وسلام لا عليكم لا وكسبت لازم مبلغ لازم وهمشي، لازم لكن في ممكن يكون لازم استمرارية من أتميز، تطوير كمان نفسنا. أتميز إن أنا مثلا أدور على منتج ما يكونش مثلا سائد كتير، أتميز في حتة، ما أدور قلتش ما قلتش أدور على كتير. لو أنت اتميزت، المبدع لو والمختلف. أنت ابتديت تفكر ان انت تجيب فكره جديده تعملها، هتبقى انت متميز. لكن لما يبقى في مكان مثلا شغال فيه ناس كتير، وانت عشان تخش تنافس فيه محتاج وقت، لكن لما تبقى حاجه حتى على الاقل جديده، فكره جديده، مش مقلد، ان انت ابتكرت حاجه هتبقى ليها، هتبقى انت متهيألي حتى مجال التقليد في هذا المجال بينجح جدا. بينجح يعني بينجح، كالعادة يعني بس عادة انا عايز، المصريين، انا ان عايز احنا اذا حاجة نجحت كلنا بنقلدها، لان اه احنا بنعتبر نفسنا مصر سوق كبيرة كبيرة لكل شيء واي شيء. سوق كبير جدا. نعم يعني بس احنا نشتغل، يعني انا اتسوقت قبل كده لقيت ناس محترمه كتير اشتغلت معاها، وقلت لزمايلي، قلت الناس اللي انا اعرفه، وشيرت على الموقع اللي انا شغال اللي عندي، يا جماعه الناس دي محترمه، انا سوقت للناس وانا ما اعرفهمش. فكرة العمل الفردي والتعاوني على شبكة الإنترنت، يعني هل ممكن لمجموعة يتعاملوا، هل ممكن يفضل فرد، إزاي منظومة العمل من خلال شبكة الإنترنت تبقى أنجح؟ هو حضرتك شبكة الإنترنت متوسعة جدا، يعني أقدر أنا قاعد في بيتي في محافظة الجيزة، معايا واحد صاحبي تاني قاعد في الهند، واحد صاحبي تالت قاعد في أمريكا، ممكن إحنا التلاتة بنخطط فكرة معينة وبنعملها، لأن من خلال شبكة الإنترنت إحنا كلنا متصلين ببعض، فدي يعني مسهلة الموضوع جدا، إن يعني ما بقيناش مقيدين بمكان ولا بزمان، لا إحنا بقينا مقيدين، إحنا معانا الأجهزة بتاعتنا وفي دماغنا الموضوع اللي إحنا عايزين ننفذه، فبالتالي هنبدأ ننفذه. يمكن احنا كمان عشان في مجالنا مجال البروجرامنج، فبنقدر ان احنا نبني ابلكيشن، اما نيجي ابني ابلكيشن، انا ببقى ليا وظيفه معينه بعملها فيه، ببني جزئيه معينه، يجي زميلي التاني يبني جزئيه تانية، يجي زميلي التالت يبني جزئيه لازم تالتة، يبقى عمل تعاوني، يبقى عمل تعاوني افضل طبعا. بس حتى ولو كان عمل فردي، فشبكه الانترنت بتتيح لي اي حاجه انا عايز اعملها انا هعملها، بس مش مدياني قيود، مفيش فيها اي قيود، انا بشتغل براحتي جدا. جميل، لكن بالتاكيد في مهارات بعينها او في خطوات بعينها المفروض ان يكتسبها الشاب قبل ما يتواصل تسويقيا على شبكه الانترنت. تمام، ايه اللي ممكن يبدا بيه الشاب كجانب معرفي وعلمي علشان يبدا صح ويستمر صح؟ بص حضرتك، احنا اول ايه قرانيه نزلت على سيدنا محمد اقرا. نعم، فمعنى كده ان القراءة او الاطلاع في فايدة كبيرة جدا على الانسان، بس احنا للأسف بنجهل ده، احنا عايزين نكتسب المعلومة من الهوى، وده عمره ما هيحصل، عمري ما هنجح في حاجة او ابقى متميز في حاجة غير لما اتعلم صح، ادي لنفسي فرصة ان انا اتعلم، مش هكسب في يوم وليلة، لازم هدي لنفسي فرصة ان انا اتعلم واغلط واتعلم واغلط لحد ما اوصل للمستوى الكمال زي ما بيقولوا. فهي كده، لازم ان انا اتعلم واشوف ازاي اقدر، يعني في مواقع كتير جدا على الانترنت مجانيه، اقدر عايز اتعلم اي حاجه معينه او في اي علم معين، لو دخلت عملت سيرش عليه هجيب
الموضوعات ديت والناس اللي بتتكلم فيها، واقدر ان اسمع فيديوهات حتى واشوف عن مجالات التسويق على شبكة الانترنت، بالظبط في برامج ممكن تديني المعلومات المطلوبة. بالظبط كده. في مثلا في عندنا في حاجة اسمها فريلانسر، ده اقدر ان انا اخش على الويب سايت دوت وابدا اعمل برامج ومفتوحة المصدر، مش مقيدة ان انا لازم اكون معايا شاري البرنامج عشان اشتغل عليه، لا انا ببلاش فريلانسر. فريلانسر في بيبقى السورس كود بتاعها او الاكواد البرمجيه بتاعتها مفتوحه المصدر، ان انا اقدر اي حد يعدل عليها وياخدها لنفسه ويعمل لها كاستمايز على المتطلبات بتاعته هو، ويبدا يبيعها وهي اصلا في الاساس ببلاش مش بفلوس. ففي اوجه استفاده كتير جدا، بس احنا اللي ندور، احنا اللي ندور على الفرصه بتاعتنا فين واتعلمها ازاي، هي دي بس المشكله بتاعتنا. جميل. زي ما كلمنا في الخدمات او المهارات او السلع اللي بتسوق عبر شبكة الانترنت واللي ممكن تتيح فرص عمل لعدد كبير من شبابنا، خلينا نساعدهم كمان نقول ايه السلع الاكثر ربحا، ايه السلع الاكثر طلبا، ايه الاشياء اللي ممكن توجد لي مساحة سريعة على شبكة الانترنت وتحقق لي نجاح في نفس الوقت. حاجات كتير جدا. بس يعني ممكن يسوق عربيات، يشوف مثلا جنب منه حد عنده عربيه يعرض العربيه ويبيع وياخد كوميشن فيها. عقار، في ناس انا اعرفها اشتغلت في العقارات عن طريق انترنت كسبت ملايين، مش ده بجد، فلوس كبيره، بياخد نسبه على العقار او الشقه اللي بيبيعها، بياخد 1% و2% وبيعمل نسبه وبيبيع وبيعرض بيكسب، وبيشتغل شباب صغيره ومسكت فلوس وركبت عربيات وهم بيدرسوا. احنا بنتكلم كمان في سلع اساسيه. يعني شقق وعربيات ده انا بقول لحضرتك دي سلع ومكسبها يتهيألي بيبقى اكبر بكتير من ده. انا بقول لحضرتك السلع المجزأة، الملابس، الشوز، الاحذيه، الحاجات، الساعات، النظر، حاجات كتير قوي. بس اشتغل، دور واشتغل واعمل، بس ركز في حاجه معينه، حاول تشوف السوق عامل ازاي بتاعها، وتميز في سعرك في الماتيريال بتاعك اللي انت هتعمله، وتميز عشان تبقى كويس. انا لما كنت في فنيزا لقيت البرتقال بتاعنا المصري ده اللي بنجيبه بكيلو ب 3.5 جنيه، بيبيع البرتقاله ب 9 جنيه، المصري على فكره، نعم ب 9 جنيه. فاحنا عندنا خير، بلدنا دي فيها خير، وفي ناس، انا بيجي لي الصينيين بيخبطوا على بيتي يبيعوا لي حاجات، وشباب مصري قاعد على القهوه، ما انا ببقى زعلان. يعني السوريين جم هنا نجحوا وعملوا حاجه، احنا في عندنا عايزين نشتغل. احنا عمالين نقول بس ايه الدنيا غليت، ما فيش شغل، ما فيش فرص، البطاله، لا اشتغل. طب ما في ناس جت من بره اشتغلت هنا. ايه انا بشوف، انا شفت راجل عجوز جالي صيني معاه شنطه كبيره ما اعرفش شايلها ازاي، وتكلموا عربي، والعربي صعب لغه تعلمها، اتعلم عربي وتعلم يكلمني ازاي وتعلم اللكنه ازاي، ده عمل، ده اشتغل. يقال ان الصين الكونسنتريشن كامبس اللي كانوا بيعملوها زمان، ان بدل السجون يعملوا لهم معسكرات ينتجوا فيها، اصبح دلوقتي كمان ما بيحطهمش في معسكر، يقولوا لا انت مطرود بره البلد عشان تشتغل وتجيب فلوس للبلد وتيجي، يعني كنوع من العقاب. لا ده انا يعني كمان هما بيعتبروا تهجيره للحصول على فرصه عمل خارج الدوله نوع من العقاب ليه وعائد في نفس الوقت للدوله. انا ما اعرفش مصداقيه هذا الامر ايه، لكن هي في حد ذاتها فكره مبدعه. يعني انا هقول لحضرتك على مفاجاه كمان بقى، ان هو لقيته بيبيع لي منتج مصري. يعني بقى دي المفاجاه. والله لقيت بيبيع منتج مصري. هم اكتشفوا الحقيقه، يعني وخلينا نقول يعني ان ده جانب اخر من السلبيات اللي احنا شفناها من التسويق للسلع المستورده بوجه عام سواء على شبكه الانترنت او غيرها، ان هذه السلع المستورده بتدخل باسعار وبتسوق وتباع باسعار اعلى بكتير من تسويقها. فهم اكتشفوا الحقيقه الامر، اكتشفوا ان هم بيصدروا السلع بتاعتهم، وفي غيرهم اللي بيسوق واللي بيبيع بيكسب اضعاف اضعاف المنتج، فظهروا في السوق المصريه للاستفاده من الفرق. ما جابش حتى المنتج بتاعه بتاع بلده، لا جاب من مصر. يعني كده ان احنا هي موجوده في مصر، لا يعني سلعته موجوده في مصر. لا والله مش سلعته هي كمان، لا مصري، سلعه مصري بيبيعها، يعني مكتوب عليها صنع في مصر، حاجات جايبها مكتوب عليها صنع في مصر، مصري. فطب ما احنا عندنا اهي حاجات اهي، طب ما ننزل نسوق. طب انت مش عايز تسوق عشان تنزل تلف وتتعب، ما تتعب، طب اقعد على النت، ده مفيش تعب اشتغل. استفاد من الحكايه دي، فرص كثيره ومتنوعه متاحه من خلال شبكه الانترنت للاستفاده المباشره والسريعه، ولكن بنتمنى انها تكون دائمه ايضا من خلال شبكه الانترنت. اسمحوا لنا هنخرج لفاصل قصير نتابع فيه هذا التقرير ونعود لاستكمال حوارنا في الجزء الاخير من حلقتنا ان شاء الله. We'll be right back.
طبعا الاستفادة من الانترنت بتكون كبيرة في حالات طبعا الماركتينج والتسويق عليه، من خلال طبعا المشاريع ان ممكن واحد يسوق او يعرض منتج معين عليه. ممكن كمان القنوات اللي على اليوتيوب، ممكن لو وصلت لعدد مشاهدات معين او عدد فولورز معينين ممكن كمان تجيب عائد مادي كويس جدا. ممكن من مثلا واحد عايز يعمل كورسز او حاجة عايز ان هو يكسب فلوس، ممكن ان هو يسوق الكورسز دهيات عن طريق الانترنت، وده كمان بيكون مفيد بصورة كبيرة. وأربح من طريق الإنترنت، ممكن مثلا أنا لو مش أنا كشخص، ممكن كواحد زي مثلا عامل مشروع صغير، تمام، ما عندوش فكرة اللي هو ممكن ياخد كسوبر ماركت أو محل اللي هو يسوق بضاعته فيها، فممكن اللي هو يعرض على الإنترنت ويعمل خدمة توصيل عشان يقرب للناس، ويبدأ يحط أرقام. ده كده بدأت إن أنا أستفاد، اللي أنا بأقل قدر مادي ممكن إن أنا سوقت بضاعتي واشتغلت وبعت. اما ممكن انا بقى يعني مثلا في بعض الاحيان بتبقى مشروع مثلا بعيد عني، ممكن انا اكون مثلا عايز اشتري تيشيرت بنطلون، تمام، ففي شركات بتبقى عارضة على الانترنت، فانا ممكن اطلب منهم وهم يجيبوا لغايه البيت عندي، وبتوفر عليا وقت وبتوفر عليا ماديا. ممكن يكون في استفادة مادية واقتصادية من الانترنت عن طريق مثلا الفيديوهات، زي الفيديوهات الكوميدية او التعليمية، دي عن طريق كمية المشاهدات واللايكس والكومنت بتديك ربح وعائد كويس جدا. واولا بتوفر في الوقت، برضو بتساعدك ان انت مثلا بدل ما تنزل تروح سيشن معين تدفع فيه مبالغ كبيرة او المجهود ووقتك، لا ممكن يجي لك الكورس نفسه اللي انت عايزه او السيشن دوت في البيت وانت قاعد مرتاح، بتتعلم حاجة جديدة ومهارات اكتر. ممكن تتعلم لغة، تتعلم موسيقى، بيانو، صناعة او حرفة جديدة، مهنة، مجال غير مجالك، تتعرف على المجالات العالمية اللي لسه ما نزلتش حتى هنا في بلدك كده. دي حاجات كتير برضو بتدخل لك ربح وعائد. ف زي ما في سلبيات في ايجابيات، ونحاول نتمسك بالايجابيات اكتر عشان بلدنا وعشان حياتك انت كشخص، بلاش تضيع كده هباء. لا انت لازم يكون ليك اسس وحاجات انت بتعملها، وما تقولش انا صغير او كبير، ما فيش حاجة صغير او كبير، لا في حاجة انا عملت ايه في سن قد ايه وانا مين. على اليوتيوب مثلا بيبقى الاعلانات بياخد عليها المشاهدات ديت، بتحوله بعد كده كل 1000 فيو تقريبا بياخد دولار عليها. ممكن يشتغل في التسويق الالكتروني عن طريق النت والدعاية زي السمسار مثلا، وبيعمل كورسات بتساعده ان هو ينمي مهاراته ويستخدمها بعد كده في مجال الحياة العملية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي من مصر، بجد ترحيبي بحضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا، وبجد ترحيبي بضيوفي الكرام الأستاذ إسلام عادل، مدرس مساعد نظم المعلومات بإحدى الجامعات الخاصة، والباحث أحمد فاروق أحمد، الخبير التسويقي. زي ما شفنا في تقريرنا، شبابنا على وعي كبير قوي بالإمكانات المتاحة ليهم كفرص عمل واتاحات خدمية من خلال شبكة الإنترنت، لكن واضح إن حضراتكم كخبراء في هذا المجال مش راضيين عن حجم الاستفادة المطلوب من هذه الشبكة العنكبوتية في مصر، وواضح ان خبرات دول اخرى في قدر الاستفادة اكبر كتير مننا. هو حضرتك بالظبط كذا حضرتك ما بتقولي، احنا عندنا مثلا دولة الهند، احنا طول عمرنا من احنا صغيرين بنسمع يقول لك انت، يعني الناس بتتريق على بعض، يقول لك انت فاكرني هندي، انت مش عارف ايه، مع ان الهند دلوقتي وصلت وعدت خلاص احنا بنتفرج عليها. في مواقع انترنت بالنسبه للناس المبرمجين او المصممين في مجال نظم المعلومات، في مواقع مثلا انا كصاحب شركه داخل بقول والله يا جماعه انا محتاج حد يعمل لي برنامج يكون فيه مواصفات 1 2 3 4، وبيعرض الموضوع بتاعه، يبدا بقى كل المبرمجين المشتركين على الموقع ده ويخش يقول له انا مثلا هقدر اعمل البرنامج ده مثلا بجنيه، ده واحد يخش يقول لك لا انا اعمله ب 2 جنيه مناقصات مناقصات. تبص حضرتك تلاقي ان الهندي هو اقل واحد بياخد سعر في البرنامج ده عشان يعمله، وهم اللي مسيطرين على المواقع دي كلها، فمعنى كده ان هم الناس دي بتشتغل. ممكن كمان تكون يعني هذا السعر الاقل مش معناه خبره اقل، لا خالص خالص، هم بروفيشنال بيطلع جوده عاليه جدا، كواليتي عاليه جدا. نعم، فهم مسيطرين على الموضوع ده ليه؟ لان هم واخدين اقل الاسعار. هو بيمشي بمبدا يقول لك ايه، انا هشتغل كتير
وعندي خبرة في الموضوع. عن البرامج دي انا مش اول مره اعملها، انا عملتها قبل كده، فبالتالي عندي نسخ منها كتير. فلما يجي يطلب مني حاجه هي موجوده اصلا قبل كده عندي، هعدل بس فيها حاجه بسيطه وهبيعها تاني. فسلعه البرامج سلعه غير، يعني مش حاجه ملموسه لكن ليها وجود، اقدر استخدمها اكتر من مره وباكتر من شكل وباكتر من وظيفه. فهم قدروا ان هم يعني يحتلوا المرتبه الاولى على العالم، ان هم يكونوا نمبر 1 في البروجرامينج. كل الدول العربيه او دول الخليج، حضرتك تبص على اداره نظم المعلومات فيها، كل اللي ماسكها هنود. الناس اللي ماسكه جوجل اغلبيتهم كلهم هنود، مايكروسوفت كذلك. طب ليه؟ الناس دي عايزه تشتغل فعلا قدامه جهاز الكمبيوتر بتاعه، ما وروش اي حاجه تانية، ما بيدورش على المكسب بقدر خالص. ما بيدور اكتر من هو يدور يشتغل كتير استمرارية. ويجد استمراريه ويجد لنفسه سمعه طيبه. بالظبط كده. احنا في هذا المجال اخبارنا ايه؟ والله احنا يعني دخلنا فيه على استحياء زي ما بيقول، ولا ما بدأناش فيه من الاصل؟ لا دخلنا، اللي هو البروجرامينج والتسويق للبرامج المختلفه على شبكه الانترنت. لا دخلنا في المجال كويس، بس نتمنى يكون فيه اعلى من كده كمان. الناس يعني تتعلم اكتر وتدور ازاي على فرصه كويسه وتنمي نفسها اكتر وتطلع منتجات اكتر. محتاجين لخبرات من الخارج في المجال ده، ولا خبراتنا وكوادرنا؟ ما هي فكره ان انا الجانب الاكاديمي عندي تمام، كل حاجه فيه تمام، احنا بندرس الحاجات دي الناس كلها عارفاها، لكن التطبيق العملي للي هم بيتعلموه او اللي هم بيعرفوه والتسويق ليه، وفكره انا ايضا مش هسوق لبرنامج مش بتاعي، لازم انا اكون ليا بصمه فيه او تعديل او لمسه، دي كلها قدرات ومهارات تطبيقيه. مدى خبرتنا فيها احنا محتاجين اهتمام شويه بالموضوع، لان احنا حتى للاسف في المدارس الابتدائيه والاعدادي ماده الكمبيوتر ماده مهمشه ملهاش اي وجود، فبالتالي بتلاقي حتى الحصص بتاعتها الطالب ما بيستفادش منها اي حاجه، وفي الاخر وبيمتحن فيها يدوبك المدرس بيديله ملزمه فيها كلمتين يحفظهم وخلاص. مع العلم ان الكمبيوتر الدول كتير جدا هي معتمد عليه، هو اللي بيمشي دول. لو حصل عطل في شبكه كمبيوتر ولا في اي حاجه البلد كلها تقف. احنا للاسف لسه ما ادركناش ده، احنا بس بنتفرج عليه من بعيد وبنسقف عليه. انما احنا لازم نهتم شويه بالموضوع دوت، لازم نعلم الطلبه بتاعتنا تبقى دي ماده اساسيه فيها نجاح وسقوط زيها زي اي ماده تانية، لان هو ده لغه العصر. احنا دلوقتي بنتفرج نشوف عربيه فيها اوبشنز معينه، اجهزه فيها اوبشنز معينه، الموبايلات بتاعتنا بنتباهى ان انا معايا موبايل ب 5000 جنيه وب 6000 جنيه وانا اصلا ما اعرفش هو ده اتعمل ازاي. لو هتل مش هعرف اعمل فيه اي حاجه. بالظبط كده. فكره التسويق للبرامج الكمبيوتر والبرمجه بوجه عام ونظم المعلومات جانب يمكن من اعلى المكاسب في مجال التسويق على شبكه الانترنت. احنا ما زلنا نعمل في مجال السلع، هي الاكثر رواجا على شبكه الانترنت. ده بطبيعه الشعب المصري، ايه النجاحات اللي ممكن نحققها من خلال الاستفاده من هذه الطبيعه، ان انا عايز كل جديد وكل مش مهم معمول ازاي لكن مهم انه يوصل لي. فكرة الوساطة في التسويق لما هو مستورد وما هو محلي وكلفتها على شبكة الانترنت. هو في حضرتك بالنسبة ليه انا بقول عشان يبقى في وسيط، لان انا بتكلم عن الشباب والنهاردة مش يقدر يفتح مصنع او يقدر يعمل حاجة او يقدر يعمل حاجة هتبقى في تكلفة عليها. انا بتكلم ان هو دلوقتي اشتغل بس ابدأ واشتغل الاول، استعمل حد، لان انت محتاجين تقول ما فيش راس مال ما فيش فلوس، لان انت ممكن تشتغل ب 2000 جنيه 3000 5000 تجيب اي بضاعه وتبتدي تعرضها وتبيعها، تعرض الحاجه واللي يطلب منك طلب هاته واشتغل الاول، وبعد كده بعد شويه لما تكبر ممكن يبتدي يصنع ويشتغل. فمش هقدر اقوله النهارده افتح حاجه او اعمل حاجه. اما بالنسبه للمجال مجال مفتوح، عايز دراسه، عايزين نتعلم، بره سابقين وسابقين قوي، واحنا عندنا هنا مشاكل في الموضوع ده. مش كل واحد بيبقى اجتهاد شخصي، احنا عايزين منظومه، احنا كل واحد بيجتهد. احنا خايفين حد يدخل في المنظومه دي يبوظها يعني هي وشغاله بريادات ما بنعرفش نشتغل بروح الجماعه شغاله مش عايزين بقى يبقى. هي فكره المتابعه وان يبقى في رقابه على ما يحدث على شبكة الانترنت محليا علشان نجنب الناس الاستغلال او عدم المصداقية او الفساد، نقطة مهمة. ويتهيألي ان ده متوفر من قبل الوزارات المتخصصة في متابعة ما يحدث على هذه الشبكة، انما فكرة التدخل بتوجيه او احنا عايزينها تمشي لا مش عايزينها توقف يعني الحقيقة، لان احنا ما شفناش نجاحات
في حاجات تانية احنا بنعتمد في هذه الشبكة على ابداعات شبابنا وتفكيرهم المبتكر، واللي مش عايزين يحطوا فيه قيود، لو اتحطت عليها قيود يمكن ينفروا منها ويبعدوا. احنا بندور لهم على فرص عمل متاحة اشتغل. من غير ما ايه ما حد يشتغل لهم زي ما بيقولوا يعني. هو ال يعني احنا عايزين نخليهم يشتغلوا، هو بس يتحرك. انا بس انا اعتابي للشباب، انا فاكر انا لما كنت صغير شويه كده كنت بشتغل، وانا كنت انا عايز كده، انا حابب كده يعني، كان والدي موفر لي الفلوس، لا انا بس انا كنت بشتغل، والموضوع ده كان عامل لي سعاده ان انا حاسس ان انا كبير، بتجتهد وبتوجد لنفسك بجتهد مسؤوليه بتتحملها واكيد بتحترم من كل اللي حواليك. وفاكر وانا طالب اشتريت عربيه صغيره وانا صغير، يعني في خبره حضرتك يا استاذ احمد في حد ذاتها هي خبره يعتد بيها لشبابنا، ان هم يبداوا بنفس الطريقه. بس المهم زي ما حضرتك تفضلت وقلت المصداقيه، ان احنا ما نفتكرش ان احنا ما حدش شايفنا على شبكه لا لا. الانترنت، لا لازم يبقى في نوع من المبادئ اللي ما نقدرش نستغنى عنها حتى على شبكه الانترنت تكون موجوده معانا عشان ننجح على المدى الطويل. نفتكر اسم الله الرقيب، ان ربنا بالضبط. رقيب، وان هو هيديك على قد نيتك، ولو اشتغلت والله ما هت... والله ربنا هيكرمك بمشيئه الله. كان لحضرتك استاذ اسلام يعني راي في موضوع الوساطه من خلال بيع السلع او المنتجات على شبكه الانترنت. في ناس كتيره جدا يعني ملهاش علاقه بمواقع الانترنت او ان ازاي بتتعامل او كده، لا بس هو بيقدر يستخدمها كدور وسيط، ان هو مثلا بيشوف مواقع بتبيع منتجات معينه، عربيات مثلا زي الاستاذ احمد ما كان بيقول، او عقارات، عارف مثلا ان في شقه في الحته الفلانيه معروضه للبيع، في عربيه في الحته الفلانيه معروضه للبيع، فيروح فعلا لصاحب العربيه انت محتاج فيها قد ايه، ويبص عليها ويجيب هو زباين غير الزباين او الناس المستهلكين بتخش على الانترنت. فبالتالي هو لعب دور وسيط وكسب طبعا، عمليه بيع مع الثانيه مع الثالثه بتبدا العمليه بتمشي معاه. فهو زي الباشمهندس احمد كان بيقول، انا مش هقدر ان انا كشاب صغير لسه اقدر اعمل مصنع او اقدر افتح محل او اقدر افتح معرض عربيات، مش هقدر على كده، انا لسه في البدايه، انما لو لعبت كدور وسيط هقدر شويه بشويه هبقى صاحب مكان. فهي دي النقطه اللي مهمه جدا. انا بكره هيبقى عندي عربيه، اجيب العربيه ابيع عربيه، اكبر نفسي ان اي سلعه ايا كان هقدر افتح حاجه. ليا واحد صاحبي كان بيشتغل في الملابس، بعد كده عمل مصنع صغير، بعد كده دلوقتي عنده مصنع كويس، طور نفسه ما وقفش عند نقطه التسويق من خلال وبقى يصدر دلوقتي. جميل حلو، ده عايزينه، ده اللي بيصدر ده احنا محتاجينه. فكره اعتمادنا على تسويق المستورد بصوره كبيره جدا برغم عدم جودته، يعني ما فيش الجودة يعني اللي نقدر نقول ده واو يعني، بالعكس في سلع منافسة مصرية ممكن يتم تسويقها ويبقى ليها مكانة كمنافس للسلع المستوردة. الإطار ده نشجع شبابنا من خلاله ازاي، وايه المحفزات لشبابنا على تشجيع المحلي قبل المستورد؟ احنا عندنا حضرتك القطن بتاعنا هنا في مصنع هنا موجود عندنا، للاسف صاحبه كوري يعني كان واخده هنا من مصر، بيجيب القطن المصري بيعمله خيوط وبيصدره بره، بيصدره امريكا وبيصدره انجلترا. ففي عندنا هنا حاجات احنا ممكن نشتغل، يعني نبتدي في عندنا هنا والله خير، بس نبتدي نفكر فكره حجم المشروع. يعني احنا اللي احنا اتكلمنا فيه من خلال حلقتنا كله تقريبا نقدر نعتبرها مشاريع متناهيه الصغر الى حد ما، لان فكره الايدي العامله، فكره الكلفه، فكره وسائل الانتاج مش موجوده تقريبا. احنا بنعتمد على طريقه تفكيرنا واستفادتنا من المتاح كوسطاء لبيع وشراء او لتقديم خدمه، ده نقدر نعتمد عليه لاي مدى، لفتره قد ايه، الى ان يظهر ما نعتمد عليه كمشروع كبير ننظمه من خلال شبكه الانترنت. هو دلوقتي انا بتكلم عشان انا كنت كان كلامي متوجه للشباب، لكن النهارده حتى كمان لو الشباب ابتدى يشتغل مثلا وابتدى يتعاون مع بعض ان هم يبتدوا يعملوا سلعه معينه يصنعوها، نخش فيها كم واحد، انا بتكلم كشباب، لكن لو هنتكلم على المجال للناس التاني اللي معاه راس مال، لا في شغل ممكن يشتغله. انت حضرتك لكن انا عايز عشان الشباب اكتر ناس بتقعد على الانترنت بتضيع وقته كتير قوي، يعمل شات ومواقع الاباحيه وحاجات كتير تانية انت ممكن تستفيد بيها
عشان احنا في قناة التعليم العالي بتخص الشباب والطلبة، فعايزين نخليه نقول له تعالى، لا في مكان انت ممكن تقدر تكسب منه، ممكن تجيب عربية ويبقى عندك شقة وتقدر تبقى تفتح بيت وتقدر تعيش حياة. يعني فكرة انعدام فرص العمل ده أطروحة المفروض تختفي من لا لا، حياتنا، انت بتصنع في لنفسك، فرص كتير وممكن نصنع. جميل كلمة انت انت ممكن ممكن تصنع تصنع لنفسك فرصتك. فرصة. جميل. لازم، مفيش حد لازم تفحت وتتعب وتشقى عشان تلاقي، مفيش حاجة بتيجي سهلة، مفيش حاجة بتيجي سهلة، لازم وهتخسر مرة، وممكن يتنصب عليك، وممكن تتبهدل، وممكن حاجات كتير ومواقف كتير ممكن لكن ده تحصل ما لك. يبقاش نقطة فشل بدأ بالعكس، بدون نقطة تراجع. قوة، ممكن بتتعلم، خلاص اتعلمت النهاردة لما اتنصب عليك أو خسرت أو عملت، خدت اتعلمت خبرة. المرة الجاية، خدت خبرة وكسبت وتعدي، تخش مرحلة تانية تبقى أكبر. دي عقلك كل يوم طول ما أنت بتشتغل وبتضيع وقتك في شغل، كل يوم تكتسب خبرة، كل يوم تثقل نفسك، يبقى حجم عملك أكبر. النهاردة بتتكلم في مجموعة، بتبقى رأس مالك بيكبر، علاقاتك بتكبر ودي مهمة، تقدر تعرف تجيب الخامة دي منين، المنتج ده أرخص منين، ده أحسن منين. كل يوم هتتعلم حاجة، طول ما بتشتغل هتتعلم، طول ما انت هتقعد تقول الدنيا غالية ومش هتتعلم حاجة ومش هتعرف حاجة. وما تيأس، اشتغل واخسر وترجع تاني، لازم. هو ده، واي واحد، ما هو ده الفرق بين المجتهد واللي نجح، والفرق بين ده مع اعتمادنا ايضا على التخطيط الجيد طبعا قبل مفيش كلام، البدايه. مفيش كلام، يعني طبعا لان المكسب والخساره دي حاجه بايد المولى عز وجل، صحيح انما احنا نعمل اللي علينا طبعا، ونخطط صح ناخد بالاسباب، ونختار صح علشان نقدر نكمل. ناخد يمكن بالاسباب. الاستاذ احمد معظم الحلقه كان بيدي نصائح مباشره ناتجه عن خبره مباشره في مجال التسويق عبر شبكه الانترنت، لكن اسمح لنا استاذ اسلام احنا عايزين نصائح، نقول ايه، تقنيه او نصائح معلوماتيه أكاديمية خاصة لشبابنا، إنهم إزاي يبدأوا وإزاي يبقوا واثقين إن هما ماشيين صح، وإيه العثرات اللي ممكن تقف قدامهم ويتجنبوها. احنا في مشكلة ان اغلبية الطلبة، ان ما كانش الكل، بيقول انا في يعني اثناء دراستي في الجامعة او في ثانوي او كده انا ما باخدش كل المعلومات. اتس اوكي okay. انت بتاخد يعني قشور معلومات او البدايات اللي هي تأهلك، يعني طبعا احنا بنبقى مرتبطين بوقت وعدد ساعات معينة عايزين نقول فيه المعلومات بتاعتنا، مش هقدر اديك كل المعلومات. انت برضو عليك دور، الطالب عليه دور ان هو بيدور على المعلومة بتاعته، انا بحطك على الطريق، بعد كده بعرفك ان انت اخر الطريق ده هتوصل لكذا، انا بديك البدايات اللي تساعدك، المعلومات اللي تساعدك ان انت تقدر تقف على رجليك. عشان تقدر تكمل لازم انت تتعب بقى، لازم انت تقدر تخش على الانترنت تدور على نقطة او على موضوع معين احنا بنتكلم فيه، تزود معلوماتك، لان انت هتعتمد على دراسة بس يبقى مش هتنجح. لازم ان انت تنمي نفسك عشان تقدر تتميز عن غيرك، لان كلنا عندنا نفس المعلومات. ايه اللي بيميزنا عن بعض؟ ده عنده معلومات اكتر من عند ده، ده متفوق عن ده بالبحث والاطلاع والقراءة اجتهاد. والاجتهاد، بالظبط كده. فمحتاج ان انا استفاد من الانترنت، ان انا اقعد عليها زي ما كان في التقرير بيقولوا، اخش على الانترنت اعمل سيرش، ادور على موضوع معين، اشوف الكورسات ديت اقدر اتعلم وانا قاعد في البيت، انا مش محتاج حد يعلمني، لا انا هدور بنفسي. والمعلومه لما بتجي لي بصعوبه او انا ادور هتعرف عليها قيمتها، هحس بقيمتها تثبت، وهعرف ايوه تثبت. استخدمها صح، غير لما حد يديني معلومه كده من الهوا مش هستفاد منها ولا هقدر قيمتها. فلازم كل واحد يتعب ويدور على المعلومه بتاعته، ومره واثنين وثلاثه، مش معنى ان انا ما فهمتش مره او خسرت مره يبقى خلاص دي النهايه، لا، دي بتبقى بدايه للي جاي. انا كل شويه بتعلم من الخطأ اللي انا وقعت فيه او المشكلة اللي صادفتني، وكل اي مشكلة بقع فيها ده بيبقى خير من عند ربنا عشان تدلني على الطريق معين. ممكن يكون في حاجة انا جاهلها او حاجة انا مش واخد بالي منها، اقدر ان انا احطها في حسباني واكمل واغير استراتيجيتي، ان انا عمري ما هفضل ماشي على استراتيجية معينة، لازم كل شوية هتقابلني مشاكل او هتقابلني كسور، لازم اشوف ازاي اتغلب على الكسور دي واكمل، لان هي الحياة كده، لازم ان احنا كل شوية هنقع، هنقابلنا تعثرات ونرجع نقوم ونقف ونكمل ونمشي تاني. فالانترنت قدامنا بحر واسع من العلم، انا بشوف انا محتاج ايه واقدر اتوجه فيه واقدر ادور عليه. في مواقع كتير جدا مجانيه عليها كورسات مجانيه غير اليوتيوب، في موقع مثلا اسمه يوديملي، ده اقدر اخش عليه، عاملين فيه حاجه كويسه جدا، هو قافل حاجات تعملها بفلوس وفي حاجات تانية كتير عاملها ببلاش. ليه؟ لان هو كمان متيح بيسوق فرصة، لنفسه بيسوق لنفسه بطريقة ذكية. بطريقة يعني هو زي ما هو سايب حاجات مجانية، لا هو عنده حاجات تانية كمان عاملها بفلوس، وكمان بيتيح فرصة للناس. انا مثلا ممكن اكون عندي كورس معين انا شاطر فيه، اقدر اشرحه وابعت لهم الفيديوهات ديت، هم يعرضوها عندهم
ويبعتوا لي العائد المادي بتاعي. دول قدروا مع بالرغم ان الوقت، هما بيعرضوه بصورة مجانية، برغم ان هما لكن لا نسبة هما المشاهدة بتبقى نسبة المشاهدة طبعا بتحكم، بس هما في حاجات من اللي هما بيعرضوها بفلوس انا ممكن ابعتها لهم يعرضوها بفلوس ويبعتوا لي انا الحساب العائد. بتاعي العائد بتاعي يبعته لي، وهم ياخدوا النسبة بتاعتهم وانا اخد النسبة بتاعتي، وتفضل يبقى العجلة حضرتك ماشية. كأستاذ جامعي أوجدت لنفسك روافد من خلال شبكة الإنترنت لمكسب وخبرة في نفس الوقت، فما بالنا بقى بشبابنا اللي ممكن ما يكونش عنده عمل من الأصل، إنه يوجد لنفسه فرصة ووقت. الكلفة الحقيقية في كل اللي احنا شفناه، رأس المال الحقيقي فيها هو الاجتهاد، الثقة، المصداقية، الابتعاد عن الشبهات في تسويق بعض المنتجات اللي ممكن تكون يا إما متدنية المستوى يا إما ولا يعذب الله، يعني جوانب يعني مش عايزين نذكرها، أي. لكن ممكن تتواجد بصورة أو بأخرى على شبكة الإنترنت، سواء تسويق لأموال أو تسويق لدراجز، أو وده معروف ممكن يتواجد. يعني نبعد نفسنا عن كل ما يشوب يشوب تسويقنا أخلاقيا، وهنقدر ننجح، وهنقدر والنجاحات تالي أكبر بكتير طبعا. من الفشل في هذا المجال. الحقيقة حلقة ثرية جدا، استعرضنا فيها مش بس قدرة شبكة الإنترنت على استيعاب أكبر عدد ممكن من شبابنا وإتاحة أكبر عدد ممكن من فرص العمل. الإنترنت مش بس تشاتنج، مش بس أكلم حد بعيد عني، مش بس شبكة للتعارف المجتمعي محليا ودوليا، لكنها أيضا شبكة للتسويق، لخبرات، لمهارات، لسلع، لخدمات مختلفة. ولكن المعيار الأساسي في نجاحها هو زي ما تفضلتم وقلتولنا من خلال الحلقة، التدريب، المعرفة، المعلومات، والخطوات العلمية، وعشان أقدر أستمر ويبقى فيه دعم مجتمعي للدور اللي أنا بقوم بيه. بنشكركم على هذا التواصل الرائع في هذه الحلقة، واللي نتمنى إن كل شبابنا يستفيدوا بيه، ولو قلنا لهم كلمة تفضل في أذانهم وتشجعهم كمحفز لشبابنا على الجرأة على الدخول على شبكة الإنترنت للاستفادة وصناعة فرصة عمل زي ما قال لنا الباحث أحمد فاروق. أقول له اشتغل واجتهد وبإذن الله ربنا هيكرمك. وبعدين ما تقولش لنفسك كلام سلبي، لأن الكلام السلبي ده هو بيقعدك أنا مش قادر، أو ما تسمعش أو للإحباطات، ما تسمعش ولا تقول لنفسك أنا مش قادر، لا أنا مش هقدر، لا ده كبير عليا، لا أنا لا ده ما أعرفش أعمل اللي هو عمل، لا كل الكلام ده، لا أنا هقدر وأنا أحسن من ده وأنا هكسب وأنا هقدر أستفيد. دايما قول لنفسك كلام ايجابي، ودي بتديك طاقه ايجابيه، واقعد مع الناس الايجابيه، ما تقعدش مع حد سلبي هيقعدك جنب منه هيديك طاقه سلبيه. استاذ اسلام، كلمه اخيره. بالظبط، انا بضم صوتي لصوت الاستاذ احمد. حاولت ان اي طالب او اي شاب لازم يبعد عن اي حد سلبي، لازم تدور على الايجابيات. الحياه حوالينا كلها ضغوط بما فيه الكفايه، لو ما كنتش انا هخلق لنفسي فرصه يبقى انا كده هتدفن بالحياه. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نظرة تفاؤل. ابعد عن اي حد يسبب لك احباط، لازم يكون عندك ايجابيات كتير، لازم تدور ان انت تعلم نفسك بنفسك، مفيش حد هيقولك تعالى عشان اعلمك، لا انت اللي دور على اللي انت عايز تتعلمه بنفسك واستفيد من اللي اتعلمته، واستفيد من اللي اتعلمته. بالظبط كده، من الخبراء في اي مجال. الباحث احمد فاروق احمد الخبير التسويقي، سعدنا بوجود حضرتك معانا النهارده بهذه الخبرات المتنوعه، والاستاذ اسلام عادل المدرس المساعد لنظم المعلومات باحدى الجامعات الخاصه، بنشكر لحضرتك تواجدك معانا بخبره علميه واكاديميه يعتد بها في المجال. اشكركم. شكرا لزي حضرتك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل التعليم العالي، كنا معا من مصر، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.